عليكم. وعليكم السلام والكرام ابو يحيى. تعال اقعد جنبي، اقعد لي خلاك. يا الله، كيفك يا مرسال؟ والله الحمد لله بألف خير. وانت شلونك؟ شلون اخبارك؟ ماشي الحال، من الله بألف خير ونعمة. بس زعلانين منك. ها، زعلان مني انا؟ ليش لا قدر الله؟ انا بزعلش حد من اهل بلدي. بقى شو عملت لك يا ابو يحيى حتى زعلت مني انا؟ مو انا لحالي زعلان، الشباب كلهم بمضافة ابو مزعل زعلانين منك. زعلانين مني؟ ليش بقى؟ انه هيك يا منظوم، بتقطعنا مبارحة وما بتجي على السهرة. يخرب بيت عقلك يا ابو يحيى، يخرب بيت عقلك. ظنيت في شيء مستحق الزعل يعني. ولك يا ابو مرسال، انت وجودك بالسهرة غير نغم، وجودك بلطف الجو يا عمي. الله يخليك يا سيدي ويديمك. بتعرف بشو قضينا السهرة مبارحة؟ بشو يا ابو يحيى؟ بالحكي على الفلاحة والزراعة والبدار. والله وكيلك، واحد نمل من هالحديث ومعمي قلبه. معك حق يا ابو يحيى، قسما بذات الله معك حق، بس انا بصراحه يعني اخذ على خاطري من ابو محرز، وقيت على نفسي عهد بشيش على المضافي طالما هو موجود. ابو محرز؟ اي ابو محرز، كل ما قلت له كلمه بينطلي هو مثل حمص الكي. وشو بيقول لي يا حزرك؟ شو قال؟ انا بكذب؟ مش عيب عليه هالحكي يا ابو يحيى؟ مش عيب؟ مش عيب؟ مش عيب يعني؟ شو هالحكي هاد؟ هو هيك قال؟ ايه قال انا كذاب والحكايات تبعيتي بتتصدقش. مش عيب يا ابو يحيى؟ مش عيب؟ مش عيب عليه؟ لا، اذا هيك ما راح نسكت له منوب، وانا مستعد قلعه من المضافه اذا حضوره بياثر على حضورك. حضوره؟ ومين هو حتى اني اتاثر بحضوره؟ قال حضوره قال. بس بدك شو الصراحه ابو يحيى؟ طبعا، ليش في احلى من الصراحه؟ مش هذا سبب غيابي عن المضافه امبارح؟ لكان شو هو السبب؟ يعني قلت لحالي يا ابو مرسال، عيب عليك الليلة تسهر بالمضافي وام مرسال لحالها بالبيت. والحرمة يا ابو يحيى مثل ما هو معروف إلها حق على الزلمة. غلطان يا ابو يحيى انا؟ غلطان شي يعني؟ اذا غلطان قل يا ابو يحيى. لا يا ابو مرسال، ما لك غلطان. واذا كانت القصة هيك فنحن ما عاد قلنا حكي منوب. بس يا ترى اليوم جاي ولا مالك جاي على المضافي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بهالك. هلا 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 بهالطلة الحلوة. هلا 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 بالشباب. اهلا وسهلا. شلون الحال؟ هذا صديقي يا ابو مهاوي. يا ابو نايف اذبح الدبايح. لا بالله الحز ما ينذبح. ليش يا ابو مهاوي؟ ليش عم تحلف؟ لاني قاعد عندك الباكر الصبح، وبكره باذن الله نتغدى سوا ونسلم عليك وعلى الجماعه. اذا كان هيك ما في مانع. ابو نايف هاتني الاكل الموجود. يوصل يا ابو مزعل. تفضل تفضل تفضل. تعال اقعد جنبي. يالله يالله. يا اهلا وسهلا. يا هلا وسهلا. يا مرحبتين. يا هلا يا هلا يا هلا. هلا ابو مهاوي. كيفك يا ابو مزعل؟ هلا حبيبي. والله زمان يا ابو مزعل. الله يخليك. شلونك؟ الحمد لله. شلون اخبارك؟ كيفك انت يا اخي؟ يا هلا يا هلا. العشاء جاهز يا عمي. يلا يا ابو مهاوي يلا، ترى انت المعذب ونحن ضيوفك. بسم الله. يلا يا شباب مرسال تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا ابو مهاوي. هات خياره. هات خياره. اي والله. بسم الله بسم الله. أنا أم مرسال. شو يا أم هزع، ما في عندك مين يفتح لك الباب؟ أم هزع، هذا أنتي؟ معلوم أنا. تفضلي يا أم مرسال تفضلي. شبكي؟ ليش أنتي مو جاية لعندي ولا يعني غلطانة بالباب؟ لا أنا ماني غلطانة، بس عدم المؤاخذة أم هزع، يعني أنتي ما وقعتي بالبير القبلي؟ فال الله ولا فالك يا أم مرسال. أنا شو بده ياخذني على البير القبلي؟ أما أنت قصة غريبة اليوم. قال أنا وقعت بالبير. قال فال الله ولا فالك يا أم مرسال. الحمد لله. الحمد لله. كفيها الله. والمطر كيف المطر يمكم؟ والله هالسنة مو كتير منيح، العام الماضي كان أحسن. والغنم بو مرعى ولا ما بو؟ والله نحن إذا بو ولا ما بو ما بتفرق معنا، لأنه البقر عنا بيربع المعلف. وأخي أبو مرسال بيعرف. إيه لكن بعرف أبو مرسال. نعم. تعال عندي عاوزك.
حاضر. هلا هلا ابو مهاوي. هلا هلا. أني بوجهك يا ابو مرسال. مور يا ابو مزعيل مور. ابو مهاوي صديقي من الروح للروح وهلا هو بضيافتي. ايوه يعني بتريد مني بقى جيب خروفين ثلاثه من عندي؟ انا جاهز، عندي كل خروف ليتو هالقدقده، مو حلوه ياكل نواشف وحواضر. ولك انو خواريف انت التاني خير الله طابرنا، بس مالك شايف الشباب؟ الشباب؟ شبهون الشباب؟ شوفت عينك لسه ما عاد الزلمه بلش يحكوا على الزراعه والبقر والعلف والفلاحه، بقى بشرفك هذا حديث بسلي الضيف. ايوه وشو المطلوب مني ابو مزعيل؟ انت بيطلع بيدك كل شيء، بقى بدي اياك تنفض قصه بعمره ما ينساها. لك شو هالقصص اللي عم يحكوها يا اخي؟ صارت القعده ممله، قوم تروح. تفضل. شوف يا ابو مرسال، وهي صاحبك ابو محرز قاعد يتاوب قدام منه. بس شو سليلي ضيف يرضى عليك بشي سالفة من سوالفك. هاي هي القصة على عيني وراسي يا ابو مزعيل، بس يعني الرجال ما بيعرفنيش. انت من لا انت يعني لازم تعمل تقديم هيك لشخصي قبل ما اني نفذ قصة من قصصي. اي بسيطة بسيطة ولا يهمك ابو نايف. دايمة وبالعز ان شاء الله يا ابو مزعيل. صحة وهنا يا ابو مهاود، صحة وهنا على قلبك. يا ابو مهاود انا نسيت عرفك على ابن عمي ممدوح، ممدوح الخسعة ابو مرسال، هذا نديم ظريف من الندماء المعدودين بكفر الطبنجة وتوابع. يا هلا يا هلا ابو مرسال. يا هلا يا هلا بيك يا هلا بيك ابو مرسال. ترى ابو مهاود صديقي وحبيبي جاي من الرقة و... من الرقة جاي. اهلا وسهلا ومرحبا. انا كنت عم اقول بنفسي لهجته مش غريبة على اذني، عايش لاني انا 8 سنين في الرقة. العمى ابو مرسال بلش يكذب، الله يجيرنا من هالليله. هذا ابو مرسال بحياته ما نزل على الشام، شو اخذوا على الرقه؟ لك اذا بيشوف الرقه على الخريطه ما بيعرفها. لك خلينا نسمع شو عم يحكي. واني يا ابو مهاود واعوذ بالله من كلمه اني، كنت مضي الليل والنهار يم النهار جنبه يعني صوب النهر حده. مفهوم يا اخوي مفهوم. قصدك نهر الفرات؟ ايه نهر الفرات العظيم. مش بيقولوا عن النهر عظيم؟ هو بجد عظيم. اتلاقيه بالليل هيك عم يهدر هدر فوقاني تحتاني، عم يتلعبج لعبجي ومنظره حلو كثير 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 حلو، عم يفور فوران كأنه يعني بقلبه مفخات. ويا ما كنا بالصيف ننزل آني وبمرداس الإدلبي نسبح بميته بالليل، والقمر بيدير بقى سيدي والنسمة عليلي. إيه بالله يا خيبو محريز بالليل ما فيش أحلى من السباحة بنهر الفرات بالليل، وخطرة من الخطرات يا أبو مهاود. صارت معانا قصة بتجيب لهول هالولدان وتقشعر لروع هالأبدان. وخير وش صار وياكم؟ ها ها كنا مرة أنا وأبو مرداس عم نشلح ثيابنا وبدنا نضرب قادوس بالنهر، يعني نشك رواسي بلغة الشوام. وإذا بيجي علينا واحد منظره مش مريح عم يتلصص لصلصة. مرداس شايف مثل ما لي شايف انا؟ شايف هالزولة اللي جاي علينا من بعيد ونحن عم نشلح اوعينا؟ ايه والله. يا ترى شو قصته؟ مبين قصته مش نظيفه يا ابو مرداس. بقى احسن شيء ما عاد ننزل على النهر، ما بدنا نسمع بطلنا. الحقني تاقل لك الحقني. لوين ابو مرسال؟ ليكون خفت منه وخريطتها.
لك شو خريطت انت الثاني؟ شو هالكلام الكبير؟ بس نحن لازم نتخبى ورا هالفلوكة ونراقبه من بعيد. شو رأيك نشيل التياب قبل ما يسرقون؟ لا يا ابو مرداس، غلط نشيلون، غلط واكبر غلط. امشي تأقل لك، امشي ولا امشي. وقف ولك، وقف عندك ولك، وقف عندك، وقف وقف، حرامي ولك، حرامي، وقف عندك ولا حركي. علي الطلاق بالثلاثي، اذا بتحرك حركي وحدي ما تلوم غير حالك. فهمتي شو؟ ولا ما فهمتي شو؟ امشي 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 امشي, امشي ولك. وقذبتو؟ قذب اليد، الله وكيلك. وقصرتوا فيه يا شباب، الحرامية كتار بهالدنيا. ايه ابو مرسال، شو عملتوا فيه بعدين؟ سلمتوه للمخفر؟ مخفر؟ مش عيب يا ابو يحيى، خيك ابو مرسال يمسك حرامي ويسلمه للمخفر. خال مخفر قال. يعني فلتوه؟ شلون بدنا نفلتوه يعني؟ شو شغلي فوضى ولا يغمى يعني هيك؟ لكن شو عملتوا فيه؟ جايكم بالحكي يا شباب. هذا يا سيدي لفيناه بالبطانية وحزمناه بقشاط البنطرون تبع ابو مرداس الادلبي وقعدنا جنبه لنتشاور. تعرف يا ابو مرسال، يا ريتنا قطشنا له أدانه وطعميناه للقطة، او يا ريتنا قطشنا له هلا انت ما عندك غير القطش ولا؟ ساعدني شوي. يلا ها، بتعرف تغني كرسي كراسي؟ ايه بعرف بعرف. يلا واحد اثنين ثلاثة. كرسي كراسي استنى علي بس شوي راح يخطي واعبر معي. كرسي كراسي استنى علي بس شوي راح يخطي واعبر معي. كرسي كراسي استنى علي بس شوي راح يخطي واعبر معي. كرسي كراسي استنى علي بس شوي راح يخطي واعبر معي. كرسي كراسي. يا ابو مرسال. اي هالسالفة صارت بجد؟ ولو يا ابو مهيواد الا بجد. ومتى صارت هذه السالفة؟ يعني من شي 20 سنة تقريبا. والزلمة اللي رميتوه بالمي شنو اوصافه؟ تتذكره؟ الا بتذكره، مربوع القامة، له شوارب وخال من هالجنب. لا بالله لا بالله، حتى ما يصير كذب، من هالجناب. ايه هو ذاته. يخرب بيتك، يخرب بيتك، ولا يخرب بيتك يا واطي. ايش تقول؟ اللي قتلتوه، اللي قتلتوه يا واطي. ولد عمي هايش. ولد عمك قتلنا هوش؟ هي هاي هوش. او شنو اسم ربيعك الادلبي؟ طول بالك يا ابو مهاود، طول بالك. اهدى يا عمي اهدى، واهدى ولا تطوش، اكيد في التماس. ما اتركك غير تقول اسم ربيعك الادلبي. يخرب بيتكم يخرب بيتكم، تقتلون الرجال وما حد يدرى بيكم. طول بالك يا ابو مهاود، طول بالك نفهم شو القصه. واذا كان هو القاتل حقك عمتي، طول بالك. اللي يا ابو مرسال شو القصه؟ القصه وبتسالني كمان شو القصه؟ هم مش انت بلا انت قلت لي احكي القصه للضيف مشان نتسلها؟ صحيح، بس هو أنا حكيت قصة، قصدي كتبت قصة من عقلي. لا لا لا، أنت ما كذبت. إحنا لقينا جثة ولد عمي هايش طايفة فوق النهر ومربوطة بحزام وبطانية. بس أنا كنت عم بكذب يا أبو مهاود، عم بكذب والله العظيم، كنت عم بكذب يا أبو مهاود، كنت عم بكذب. طيب اسأل الشباب، اسأل الشباب يا ابو محرز، ابو يحيى، يا عمي ابو مزويل، يا ابو مزعيل، مشان الله تنصفوني. مش كل يوم اني بكذب عليكن، مش اني كذاب يا رجل يا ابو مهاويد، اني كذاب من الدرجة الاولى، كذاب فشار بفشر كثير. مش هيك يا ابو يحيى؟ مش هيك يا ابو محرز؟ مش هيك يا ابو مزعيل؟ وينه وينه ابو مرسال الكذاب؟ يا عيب الشوم عليك يا ابو مرسال، مو عيب تقول عني اني انا وقعت بالبير القبلي؟ يا عيب الشوم. سمعت سمعت في اذنك يا ابو مهاود، اني كذاب كبير على مستوى رفيع بهالمنطقه، اني اكبر كذاب بهالمنطقه، كذاب اني، كذاب عشر، كذاب كذاب والله العظيم كذاب. خلص خلص يا ابن اخوي، سامحتك بدم ولد عمي هايش. ولي شو عمل؟ هلا فهمك يا ام مرسال ويا ام هزاع عن القصة بكاملة. شو قلنا؟ شوفي شو الخبر؟ القصة ما فيها
انه صديقي ابو مهاود لعب دوره على اكمل وجه. شو لعب؟ لعب بشو؟ شو لعب؟ قولي. ما بخبي عليك يا ابو مرسال، اتفقت انا وصديقي ابو مهاود اذا حس انه انت عم تكذب عليه يعمل معك مقلب. لحظه، يعني انت يا ابو مزعج قلت له انه يقول هذا ابن عمي هاي ايش؟ لا والله، ليش؟ انا بعرف شو بدك تكسب عليه لحتى اقول له. لحظة، بفهم انه هالحكي ان ابن عمك هيوش ما لقيته غرقان بالفرات؟ لا، مو غرقان، ولد عمي بخير، ومن شهرين اتجوز اختي كمان. العمل لكان الرجال يلي طبيناه بالفرات انا وابو مرداس الادلبي. مين هو؟